Presiden kita dan Pak Riset. Iya Pak. Riset yang pertama Mbak Karjoko maksimal nilainya 35. Yang kedua keikutan apalah atau kelancaran nilainya 30. Yang ketiga tajwid nilai maksimalnya 25. Yang keempat kedap maksimalnya 10. Saya Indra Suherman SHIMAG. Iya Pak. Dari Pasaman. Kategori cabang golongan hifzil 7 surat pilihan Al-Sajadah, Al-Kahfi, Al-Dukhan, Yasin, Ar-Rahman, Al-Muluk. Iya. Al-Waqi'ah. Bisa. Soalnya kita mulai ya. Ini gacak saya. Yang pertama ada 4 pertanyaan Pak ya. Bisa. Ada 4 pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تزرعونها نحن خلقناكم فلولا تصدقون أأنتم تزرعون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أأنتم تزرعون أفرأيتم ما تمنون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون فلولا أأنتم
لتخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدلهم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونها أم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونهاش فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان سؤال terakhir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتيناهم الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين شجرة الزقوم إن هؤلاء ليقولون إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهلكناهم إنهم أهلكناهم
أهم خير أم قوم تبع والذين من أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ولقد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. شكرا لك الله أستاذ إندرا سهرمان. الله أكبر. سياسة الحمد لله رب